على أرض الواقع المأساوي في مدينة غات، تحط هذه الطائرة وعلى متنها وفد وزاري تابع للحكومة المؤقتة بهدف الاطلاع على المصاب الذي حل بأهل المدينة جراء الفيضانات التي توالت على مدار الأيام السابقة، والوقوف على أوضاعها الصعبة ومحاولة إيجاد حل لكل شيء فيها. اليوم كانت زيارة لهذه المنطقة للاطلاع نحن كحكومة مؤقتة على كافة الأوضاع على أرض الواقع ما تعاني هذه المنطقة. حقيقة وجدنا وضع يكاد يكون صعب جدا ومأساوي لحد كبير. أعضاء بلدي غات وعدد من أعيانها كانوا على رأس مستقبلي الوفد الذي اجتمع معهم ووقف على معاناة النازحين والمنازل التي دمرتها السيول، وتم حصر الضرر وجمع المتطلبات التي يحتاجها أهالي المنطقة. تم الاطلاع لكل قطاع على حدة على الاحتياجات، تم حصر وجمع الاحتياجات من بلدية غات عن طريق المجلس التسييري، وأيضا الحكومة قدمت دعم للمجلس التسييري لحل الاختناقات السريعة التي يعاني منها النازحين المتواجدون في الأماكن العامة. أيضا ستكون هنالك لفتة خاصة تجاه المنازل المدمرة خلال الأيام القادمة عن طريق إيجاد حلول وبدائل لمن دمرت منازلهم. السيول التي اجتاحت غات أظهرت الكثير من معاناة أهلها التي انعكست على الليبيين جميعا، فهبت جميع الجهات لإغاثتها ومداواة جراحها.